هن أيضا الفنان القدير عبد القادر شعو الذي يتمنى عيد مبارك وسعيد لكل الجزائريين ويقول لازلنا محافظين على عاداتنا وتقاليدنا في مكالمة هاتفية له مع قناة النهار. عيدكم مبارك كل عام وانتم بخير ان شاء الله، يعطيكم الصحة. أنا معاكم ان شاء الله تاني كما الاعياد الاخرين. ما احنا شوفي الحمد لله اللي بقاو لنا هاد العادات تاعنا، العيد الصغير، رمضان، العيد الكبير، المولود، العاشورة، هادو مازالنا الحمد لله اللي مازالهم ملي خلقنا الدنيا هذه. عمري ما ذبحت خاطيني، لا والله غير عمري ما ذبحت. أني مزيرة وزي الدباح هو اللي مسكلف لنا، الله يبارك. العام الجاي إن شاء الله أختي بارك الله فيكم، وعيدكم مبارك تو ليزالجيريان إن شاء الله والإسلامية كامل.